السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بكل متابعين قناه ميم. قناه ميم اليوتيوبيه، بالفعل احنا قطعنا فتره طويله، توقفنا لمده سنه في الفتره الماضيه، صارت الشغلات كثيره، صارت امور كثيره خلتنا نبتعد قليلا عن قناه ميم. صارت في ظروف كثيره، دراسيه، شخصيه، ماديه، ظروف كثيره كانت موجوده في برنامج مبتعث بس الماضي، لكن الآن قناة ميم راجعة وبشكل جديد وبشكل أجمل وبشكل أروع من السابق. ميم تي في الآن بحلة جديدة، ستعود ببرامج جديدة، راح نكون متواجدين في كل شيء، راح نعمل فلوكس، راح نعمل برامج، راح نعمل أعمال تطوعية، راح نعمل مقالب، راح نعمل أسئلة، راح نعمل شغلات كثيرة، كل هذا على قناة ميم. في الأيام الماضية صارت شغلات كثيرة، الآن أنا أصبحت مذيع في إذاعة كندية هنا في كندا، فأول خطوة راح نسويها إحنا راح ندمج ميم مع إذاعة كنداوي الموجودة هنا، عشان اللي ما قدر يسمعها في الراديو يقدر يسمعها عن طريق اليوتيوب، هنا عن طريق ميم تي في، لذلك ترقبونا بحلة جديدة في 2017، ومع قدوم رمضان نقول لكم كل عام وانتم بخير، تقبلوا تحياتي مصطفى السعيد، وانتظرونا بكل جديد.